اهلا بحضراتكم مره تانية. بنرحب بنجمنا النهارده وضيفنا في المحترف الناقد الرياضي ايهاب الجنيدي. يا بوب مساء الخير عليك. مساء الخير عليك كابتن هاني وعلى كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله تكون حلقه جديده مميزه كابتن. ان شاء الله باذن الله، لان هنتكلم على يعني معظم الحلقه على ملف مهم جدا، انطلاقه البريمير ليج. بعد غياب المتعه والاثاره بترجع تاني للبريمير ليج. قبل ما اعرف يعني قبل ما نتكلم في المباريات والنتائج، عايز اعرف رؤيتك من خلال حتى موسم الانتقالات الصيفيه، رؤيتك للبريمير ليج، هل الامور ستنحصر تاني ما بين ليفربول والمان سيتي، ام هيكون في منافسه من بعض الانديه الاخرى زي توتنهام، موقف المان يونايتد؟ شايف ازاي البريمير ليج للسيزون الحالي؟ تمام يا كابتن هاني. يعني مبدئيا كده الفرق الكبيره واضح انها بدأ بدايه جيده، باستثناء يعني لو قلنا، مش عايز اقول ان ليفربول التعادل ما يعتبرش بدايه جيده، ولكن ليفربول مع فولهام يعني حتى السنه اللي فاتت اتعادل برضه في ملعب فولهام ساعتها 1-1 وخسر في ملعبه، ده الغريب من فولهام، برضه 1-0 في الموسم اللي فات السيزون اللي فات. فهو تقريبا فولهام بقى يعني حاجه عقده مع ليفربول كده في المباريات الدوري الانجليزي. السنه دي البدايه بتقول ان المنافسه هتبقى مشتعله يا كابتن، مشتعله بين اكتر من فرقه. يعني انا بتوقع ان السنه دي ما يبقاش ليفربول والسيتي بس زي السنه اللي فاتت، في كام فرقه خاصه فرق العاصمه لندن زي ما بيقول، فرق بادئه كويس قوي، ارسنال تحديدا وتوتنهام. ارسنال وتوتنهام الرابع والخامس في الدوري الانجليزي السيزون اللي فات، عملوا ميركاتو كويس جدا زي ما تابعناهم، خاصه ارسنال فعمل ميركاتو كويس قوي الموسم ده، جايب صفقات كويسه، هيبقى فريق يعني انا شايف ان ممكن السنه دي نفتكر تاني ارسنال بتاع زمان اللي كنا بنستمتع بيه، هيكون كذلك. يمكن اللي انت بتقوله الارسنال كان اكثر انفاقا على الصفقات لهذا السيزون، وعلى الخلاف ان المان سيتي بالعكس كان من اقل الفرق اللي صرفت، بالعكس كان ليها مكاسب من انتقال اللاعبين، حقق مكاسب لاول مره. موسم الانتقالات شايفه كان مناسب للفرق؟ هل الفرق بتتكلم على توتنهام بتتكلم على الارسنال، هل كان الانتقالات بالنسبه لهم انتقالات كلها عناصر جيده هتفيدهم في الحصول يمكن او المنافسه على البريمير ليج، ولا في بعض الصفقات شايف انها مش في محلها؟ يعني صفقات مؤثره طبعا يا كابتن هاني، انا شايف باستثناء فرقه مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد فرقه اصبحت لغز، مش عارف الفرقه دي عايزه ايه. يعني كان السنين اللي فاتت بنتكلم المشكله في الكوتش المدير الفني، طب غيرنا وجبنا إيريك تن هاج واحد من اهم المدربين الشباب في اوروبا واللي بيتوقعوا له مستقبل كبير. البدايه كانت بدايه مخيبه للامال، انا مش بقول مخيبه للامال عشان الهزيمه خالص قدام برايتون 2-1 في المباراه الاولى، لا، الفرقه ظهرت بمستوى. ما هو قبل ما نتكلم على الفرقه، ما التدعيمات كمان يعني بوجبا رحل وعندنا لعيبه كتير رحلت على مستوى عالي، لكن كافاني رحل، لكن مين الثلاث اربع لعيبه الخمس لعيبه اللي كان محتاجها المان يونايتد وكانوا موجودين في بدايه السيزون؟ حتى موسم الانتقالات والصفقات كان عليه علامه استفهام كبيره، رغم عندهم اموال وعندهم القدره على الشراء، لكن ما شفناش ده. هم يا كابتن جابوا اللعيبه اللي هي يعني عارف زي بتقول اللعيبه اللي انت مش محتاجها. يعني مشكله السيزون اللي فات مع مانشستر يونايتد لو تابعناه كويس قوي كانت مشكله الدفاع بعيدا، عنده خط نص متميز جدا، عنده خط هجوم متميز جدا بوجود ماركوس راشفورد واحد من اهم مهاجمي العالم، اللي انا بقول دايما ان الولد ده منطفي ومدفون في للحقيقه في مانشستر يونايتد في ظل الاداء المخيب للامال لفرقه الشياطين الحمر. لا، عندهم ماركوس راشفورد، جيسي لينجارد، عندهم لعيبه كان خط هجوم متميز جدا، برضو عندهم خط وسط زي ما حضرتك قلت يا كابتن. مع يعني لو قلنا الناس هتقول بوجبا مشي، ما جابوا إريكسن، كريستيان إريكسن عامل سيزون النص الثاني من بس الموسم، بس برضه 31 سنه وكان عنده بعض المشاكل. عامل نص موسم يا كابتن عالي قوي، هو ده اللي خلاهم التفتوا ليه. جابوا ورا ليساندرو مارتينيز يعني ارجنتيني، بس ما حسيناش في حاجه. يعني حتى في بعض الصحف الارجنتينيه كتب الانجليزيه النهارده كتبت هاري ماجواير جديد، هم اساسا بيسخروا بيسخروا كتير من هاري ماجواير المدافع الاغلى في العالم قبل فان دايك، ومدافع اسم كبير ومدافع منتخب انجلترا، بس انا شايف ان مانشستر يونايتد ما حلش الازمه الرئيسيه عنده. كان لازم في الميركاتو اداره النادي والسير اليكس فريكسون وإيريك تن هاج يحلوا مشكله خط الدفاع، في مشكله كبيره جدا في مانشستر يونايتد اسمها خط الدفاع، انا شايفها ما اتحلتش وهتطارد الفرقه الموسم ده، لان الفرقه عملت ماتش على مستوى النص والهجوم، ماتش مباراه
جيده الى حد ما امام برايتون، ولكن كان كل هجمه بتتعمل على الفرقه وهم بيلعبوا. يعني دي يا كابتن مش شيء طبيعي دايما لمانشستر وجماهيره انك المباراه الافتتاحيه في اولد ترافورد وتخسر. صحيح، دي حاجه كارثه عند الجماهير وادتهم مؤشر سلبي في بدايه الموسم وخيبه امالهم في بدايه الموسم. من ضمن المؤثرات السلبيه والكبيره جدا موقف كريستيانو رونالدو، البري سيزون مش موجود مع الفريق، وبعدين بيعود في مباراه وديه بيخرج ما بين الشوطين بيستبدل، فبيمشي بره الاستاد وبيقعد على دكه البدلاء وبعدين بينزل. يعني كمان كريستيانو رونالدو كان لغز في الفتره اللي فاتت، شايف مستقبله ازاي مع المان يونايتد؟ هل سيستمر؟ هل هيكون في مشاكل في الدريسنج روم مع المدير الفني الهولندي؟ شايف الامور ازاي بالنسبه لكريستيانو؟ يعني طبعا السيزون لسه مفتوحه يا كابتن انتقالات، وحتى الان يعني حتى اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها دي كريستيانو رونالدو بيتكلم انه يمشي، في كذا عروض عنده عايز يمشي مش عايز يكمل. ولذلك انا دايما انا لو مسؤول في مانشستر يونايتد لاعب لازم اسمح له انه يرحل. خلاص مانشستر يونايتد كريستيانو مش عايز يقعد، كريستيانو عايز، احنا لعيب دايما بنقول بيبحث عن الارقام وعايز يشوف الارقام اللي هيحققها الارقام القياسيه، ودايما عايز يضيف جديد لتاريخه، وهو لاعب عنده هوس بالارقام القياسيه كبير جدا، فهو خلاص عايز يشارك دوري. هو بقاله 15 سيزون بيشارك دوري ابطال، مش عايز يختم. انا معاك ان هو بيدور على ده، بس خلي بالك برضو اكيد تاريخ كريستيانو ورونالدو بيشفعه، ولكن في الوقت الحالي في بعض الانديه رفضته رسمي. يعني بتتكلم على اتلتيكو، بتتكلم على بايرن ميونخ بيقول لك مش محتاجين هذا اللاعب في التوقيت دوت، مش الستايل بتاعنا. كمان خلي بالك مشاكل كريستيانو ورونالدو في الدريسنج روم خلت بعض الفرق متخوفه من قدومه، يعني وده ده كمان جزء مهم، ده اللي عامل مشكله كمان. يا كابتن حضرتك بتقوله ده للجماهير نفسها عامل لهم زي مفاجاه كبيره جدا. يعني الجماهير بتاعت مانشستر يونايتد قالت احنا جبنا القائد التاريخي لينا، الراجل اللي بدا هنا خد اول دوري ابطال في حياته هنا معانا. ايوه العالم عرفه من هنا من اولد ترافولد، انتشر في العالم واصبح الاسطوره اللي الناس بيتكلموا عليها جت من عندنا هنا. كانوا معتقدين ان هو هيرجع يحمل امال الفريق، زي ما بتقول انت جبت خلاص القطر اللي هيشد الفرقه. بس هو عمل موسم مميز، يعني خلينا نتكلم على مستوى الاهداف، على مستوى النتائج، كان مرشح لجائزه افضل لاعب من ضمن الست لاعبين، فعلى مستوى الفني ادى. ويمكن ده يا كابتن اللي برضه اللي البعض كتب فيه ان ده برضه اللي صدم كريستيانو رونالدو، خيب اماله بنسبه كبيره ان هي الفرقه ما عملتش حاجه، الفرقه ما تاهلتش لدوري ابطال اوروبا، الفرقه ما قدمتش الاداء اللي كان منتظر منه. هو المجهود بتاعه حس ان كل المجهود اللي بذله مع الفرقه في السيزون اللي فات ضاع، ولذلك هو خلاص ما بقاش عايز يقعد. وبرده في نقطه مهمه لازم نتكلم فيها يا كابتن بس خارج مانشستر يونايتد، ان الدوري الانجليزي السنه دي في 5 تعديلات مهمه فيه لازم الناس ناخدها في الجوله الاولى بتبدا بيها البطوله، في منهم تعديلين 3 مستمرين، ولكن كانوا يعني زي ما بنقول محل شك هو هيستمر ولا لا، زي الخمس تغييرات في المباراه. يعني دوت كان معمول من الفيفا طبعا والاتحادات القاريه والاتحاد الانجليزي وافق عليه، قال بشكل مؤقت عشان ظروف كورونا، ولكن كورونا انتهت، ولكن الاتحاد الانجليزي خلاص قرر ان ده التعديل ده هيتنيه مستمر. برضو ثاني الركبه والاعاد في بدايه المباريات لنبذ العنصريه ومدعم اللاعبين السود، حركه جيده ورائعه من الاتحاد الانجليزي بيصر عليها عشان تدافع عن اللاعبين السود وتمنع العنصريه، يعني الشبح المخيف والمقرف في الملاعب. انا اسف اللفظ اللي احنا بنشوفه ده، ان لعيب يهتفوا ضده ويقول لك قرد ويقول لك الكلام ده، دي كلها حاجه مرفوضه. ولكن في تعديل السنه دي برضو جديد اقروه، التعديل ده انا شايفه يعني خطير جدا ومهم جدا، وهو نشر تعديلات تسجيلات غرفه الفار. هم رسميا اعلنوا خلاص للانديه نشر تسجيلات غرفة الفار. انت كنادي معترض، ايه اللي حصل؟ ايه القرار؟ الكلام ده يعني من حق الانديه في حاله اعتراضها خلاص، ممكن الجماهير تخش، احنا عايزين نسمع ايه اللي حصل في غرفه الفار. بالظبط، هتخش هتسمع ايه اللي حصل في غرفه، الحكم قال ايه والحكم المساعد. انت فاكر اللي من اسبوعين كده قصه مباراه الاهلي والجونه؟ انا أيوة. اسف المسخره اللي حصلت، وابراهيم نور الدين وائل فرحان، ده كان وائل فرحان قال له احسب ضربه جزاء للاهلي، لا الغيها والكلام تسريب طبعا الاتحاد الكره نفاه رسمي طبعا، والكلام كلام يعني ما فيش عقل يصدقه، لا الغي، لا خلاص دي مش ضربه جزاء، العمليه ما بتدارش كده. عشان كل الجدل ده الاتحاد الانجليزي قرر حاجه جميله جدا السنه دي، لا نشر تسجيلات غرفه الفار، دي من ضمن التعديلات اللي عملها
انه هينشر تسجيلات غرفه فرار زي ما حضرتك قلت. انت عايز تعرف ايه اللي الحكم قال ايه في اللعبه دي ومستغرب هو والحكم الفار؟ هم ما عندهمش يعني ما عندهمش مشكله وعندهم شفافيه كبيره جدا. اللي محتاج او بيعترض بشيء يعني هنعرض عليك التسجيلات بتاعه غرفه الفار، وده في اعتقادي يعني خلينا نقول سلاح ذو حدين، لكن على مستوى البريمير ليج على مستوى الاحترافيه اعتقد ممكن يحل طبعا مشاكل كتير. يعني معانا تعديلين كمان، هم خمس تعديلات اهم حاجه برضو اخر حاجه نتكلم فيها، اللي هو 10 كرات دي لاول مره بتطبق على كل جانب من جوانب الملعب، ما فيش ثانيه. شوف الناس الاحترافيه اللي بيتعاملوا بيها، ما فيش انك تروح حامل الكره يروح يجيب الكره الولد، رغم ان احنا ما بنشوفهاش وما كناش بنحس بيها في البريمير ليج، بس لا قالوا زياده. كان الاول بيتناشر حوالي من 4 إلى 6 كرات على جانب الملعب، لا قالوا 10 كرات خلاص رسميا في كل جانب من جوانب الملعب، مفيش اضاعه خالص للوقت. واخر حاجه التوقف التاريخي لاول مره في تاريخ البريمير ليج انه هيتوقف السنه دي بعد شهر في شهر 11 زي ما احنا عارفين وديسمبر عشان الورلد كاب كاس العالم في قطر. ده لاول مره في التاريخ هيتوقف الدوري الانجليزي في الفتره دي. احنا عارفين الفتره دي بتبقى مشتعله جدا في البريمير ليج، وبيبقى في عندهم بوكسنج داي بعد اعياد الميلاد والكلام ده، الفتره دي كلها هيتوقف. اكيد كل الناس هتستعد طبعا لكاس العالم. خلينا نخش على اول مباراه، واللي يهمنا طبعا مباراه فولهام وليفربول. شفت المباراه ازاي؟ هل كنت متوقع يعني كنت متوقع فوز ليفربول بسهوله في بدايه مشواره في البريمير ليج السنه دي، او كنت متوقع نتيجه عكسيه؟ والله يا كابتن انا ما حبيتش اقيس على زي ما قلت لحضرتك السيزون اللي فات ايه اللي حصل مع فولهام، انهم خسروا ليفربول في ملعبه في الانفيلد، كسبوا ليفربول وتعادل بره، ولكن انا قلت ان ليفربول هيبقى يعني الماتش هيبقى بالنسبه له اسهل من كده، هيقدر يتفوق فيه خاصه في ظل الصفقات اللي انا شايف ان اهم صفقه حصلت في البريمير ليج السنه دي، ويمكن يعني انا اسف ان اقول كده مش تحيزا لليفربول، اهم صفقه هتكون في العالم حصلت السنه دي في الميركاتو ده هيكون نونيز مش هالاند. يعني نونيز لاعب بينسجم بسرعه قوي، التجربه اثبتت انسجامه بسرعه. على فكره يا كابتن اليومين اللي فاتوا دول المقارنات في العالم شغاله كله، خاصه انت عارف الصحافه الانجليزيه يعني صحافه شهيره قوي شويه زي يعني قريبه كده الصحافه المصريه يتكلموا عليها والكلام ده، فهم عمالين يقارنوا بين الاثنين. كان في لقطه يعني جميله جدا، انفراد كامل حرك لو تفتكرها في المباراه، سد تسديده تقريبا دي بروين او حد تصدت من ايد الحارس المرمى اللي هالاند حطها في العرض توصل طيب في الهواء في المدرجات، وهو بينه وبين المرمى مفيش حاجه بسيطه. في المقابل الهدف اللي جابه نونيز ومسجلينها في نفس الفيديو، هدف صعب نزل تحت عشان يجيب الكوره بالهيد ويحطها بالشكل ده. فنونيز يعني انا شايفه هيبقى الصفقه الابرز السنه دي. انت بتتكلم على نونيز طبعا، ولو بنتكلم طبعا على كمان تفاهم ما بينه وبين محمد صلاح، شايفين محمد صلاح كمان من الارقام القياسيه كمان الجديده، انه اعتقد ده الموسم السادس على التوالي بيحرز في المباراه الافتتاحيه ارقام جديده، يعني احرز هدف وعمل اسيست الهدف. محمد صلاح كمان من الواضح انه كمان يعني مستعد بشكل جيد جدا لموسم قوي، وهيكون في منافسه كبيره على هداف البريمير ليج السنه دي، لان وجود هالاند ونونيز في وجود محمد صلاح فهاري كين تكلم على سون، اكيد الكل دوت هيكون ليه عامل ايجابي في زياده الاشتعال لهدافي البريمير ليج السنه دي. اكيد ودي طبعا طبعا الاعداد جاب لنا طبعا ارقام نونيز خلال مباراه فولهام، وهدف واحد، صناعه هدف، صناعه فرصتين، محاوله على المرمى 4 مرات منهم 3 صحيحه، التحامات الهوائيه 7 منهم 3 صحيحه. انت شايف نونيز هيعوض بشكل او باخر وجود ساديو ماني؟ ساديو ماني كان في الفترات الاخيره بيلعب تقريبا راس حربه، هيكون افضل يا كابتن، هيكون افضل يعني الارقام دي بالنسبه للاعب. طبعا حضرتك لعيب كوره كبير وعارف الكلام ده، بالنسبه للاعب اول مباراه رسميه ليه مع الفريق، ماليش دعوه بالوديات واللي خاضها، انا لاعب بيلعب في البريمير ليج الدوري الاقوى في العالم، اول مباراه رسميه ويعمل الارقام دي، يعمل 7 التحامات منهم 3 صح، يعمل 4 فرص لاهداف منهم 3 بين القائمين والعارضه، يسجل هدف ويصنع هدف. يعني هم ليفربول جاب جونين، اللاعبين اللي جابوا الجونين هم اللي صانعين الاهداف، محمد صلاح صانع هدف وسجل هدف، ونونيز سجل هدف وصنع هدف لصلاح، وصلاح اللي صنع له الهدف بتاعه برضه، فهم الاثنين واضح تفاهم من بدايه الموسم، تفاهم قوي جدا، واضح ان هم واضح كمان من مباراه، خلي بالك مباراه الدرع الخيريه كمان، المان سيتي وليفربول كان نفس التناغم، كان محمد صلاح حرز هدف صنع وصنع لنونيز هدف، وكان يمكن شارك في الجزء الاخير من المباراه نونيز، يعني ما كانش مشارك من بدايه المباراه. هو من الواضح يا كابتن ان بتنبئ بشراكه جيده جدا، شراكه افضل
من اللي عملها صلاح مع ساديو ماني صحيح. في السنة اللي فاتت، لأن كانت برضو شراكة اللي عايز أقوله مع ساديو ماني ما كانتش شراكة مع ساديو ماني بس مع محمد صلاح، لا كان ألكسندر أرنولد شريك أساسي في أهداف طبعا. كتير جدا، فيرمينو كان بيعمل أهداف. إنما بداية الفترة زي ما حضرتك قلت أنت لفت انتباه لنقطة مهمة بتاعت برضو الدرع الخيرية والمباريات الودية، محمد صلاح ونونيز في حاله تفاهم عجيبه بدايه الموسم بداوا يتكلموا عليها، هل تكون يعني هو دلوقتي انت عندك ثنائيات في الدوري الانجليزي هتظهر كابتن هاري كين وسون الاثنين دول. طيب هنكمل معاك يا ايهاب بس لازم نطلع لفاصل سريع، لسه في حوارنا الرائع مع ايهاب الجنيدي والبريمير ليج والبدايات القويه، لكن نرجع نكمل حديثنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. ايهاب قبل الفاصل كنا بنتكلم على ليفربول ومع فولهام، وفي اعتقاد الكثير ان كانت مفاجاه طبعا التعادل 2-2، وكنت بتكلم معاك على يورجن كلوب، اكيد يورجن كلوب كان بيتمنى الفوز وبدايه قويه كالعاده في البريمير ليج، لكن انت قلت لي معلومه ان كمان يورجن كلوب على مستوى الارقام على مستوى الاحصائيات انه في الكامباك، يعني احنا عارفين انه كان مغلوب امام فولهام، كمان العوده للمباراه عامل رقم قياسي بشكل كبير يعني. بالظبط يا كابتن هاني، يورجن كلوب عنده رقم محدش عامله في الدوري الانجليزي، وهو الكامباك زي ما حضرتك بتقول عامل 115 نقطه. الفرقه ليفربول جمع 115 نقطه تكون متاخره وتجمع وصلت للعدد ده من النقاط من التاخر، يعني الفرقه متاخره مغلوبه وتكسب ادي 3 بونت، الفرقه خسرانه وتتعادل تنهي الماتش تعادل، فالعوده من التاخر في النتيجه يورجن كلوب جامع مع ليفربول 115 نقطة، وده رقم قياسي وفقا للإحصائيات العالمية ما عملوش أي مدرب قبله في البرايمر ليج، رغم إن في مدربين كتير قعدوا مع فرق فترات طويلة، وده يمكن يوضح لنا إن حالة الثقة اللي كانت عند جماهير ليفربول، جماهير ليفربول متعودة أن عادي الفرقة تتأخر، ممكن الفرقة تتأخر بهدف وتتعادل، الفرقة تتأخر بهدفين وتكسب، يعني هم تعودوا مع ليفربول عودهم مع كده على كده ومع اللعيبه ان مش نهايه العالم انهم دخل فيهم جول انهم تخلفوا بهدف في النتيجه، والاخر لحظه كان عندهم امل انهم ممكن يحققوا ثلاث نقاط. وبرده النقطه دي انا مش عايز اقف عندها كتير، ان نقطه الفرقه خسرت، اليونايتد خسر اول مباراه، ليفربول اتعادل، السيتي كسب، ليست مقياسا طبعا خالص، لا ما فيش طبعا، لسه بدري جدا، لان ده دوري الكراسي المتحركه بالذات الدوري الانجليزي كل اسبوع بيتغير عن اللي قبليه، وعندنا مثال واضح جدا حراك دايما انا كنت اشوف بتضربه فرقه ارسنال السيزون اللي فات صحيح، اللي يعني عادي اتعملت كومباك قوي جدا بعد ما كانت اول خمس جولات تقريبا عندها نقطه كابتن، خسرت اربع مباريات وتعادلت مباراه، كان ارتيتا كان هيمشي والدنيا كانت هتتقلب يعني. ولكن طبعا في النهايه قدر يرجع وبقى ونهى الموسم والدور الثاني بقى من افضل الفرق حصدا للنقاط في الدور الثاني، فلسه بدري ان احنا نحكم على الحساب، لكن دايما البدايات بتبقى مهمه، ولكن ما يعني البدايات مهمه على مستوى الموتيفيشن على مستوى الروح المعنويه ما فيش شك. نروح للمباراه، ويمكن اول ما نزل الجدول على طول بصينا ليفربول هيلاعب مين والمان سيتي هيلاعب مين، ومن خلال رؤيتنا قلنا يعني اعتقد الماموريه اسهل لليفربول لان فولهام وافد جديد من الشامبيونشيب، لكن على مستوى المان سيتي بيلعب فريق الموسم اللي فات عمل مباراه قوي، عمل موسم قوي جدا، ولكن شفنا كمان المان سيتي بيفوز 2-0. المباراه اجماليا شفتها ازاي؟ مباراه ليفربول، لا مباراة مباراة السيتي، السيتي امام مباراة السيتي، السيتي قدم كورته المعتاده. للعلم يا كابتن فرقه ويست هام حققت اعلى نتيجه في الجوله الاولى السيزون اللي فات، برضو من المفارقات ان انت ما تحكمش، ويست هام كان في الجوله الاولى السيزون اللي فات كان كسبان 4، مش متذكر في اللي كان بيلعب، بس كان عامل اعلى نتيجه في الجوله الاولى، كسب 4 وكان هو اعلى نتيجه، السيزون ده بيخسر الجوله الاولى، وفرقه ويست هام من الفرق المميزه جدا ومن فرق لندن القويه والمرشحه دايما انها تنهي الموسم في مركز متقدم، يعني على الاقل بيشارك، هيروح يوروبا ليج، هيروح صحيح. دوري المؤتمر الجديد، لانه فرقه فيها عدد كبير من النجوم، ومن نجوم حتى منتخب انجلترا كمان فيها لعيبه من منتخب انجلترا. الارقام اللي قدامنا طبعا يا ايهاب كالعاده، يعني كالعاده بنتكلم في عمليه الاستحواذ كانت بنسبه كبيره جدا جدا جدا، لكن الفرص كمان خمس فرص قدر طبعا السيتي قدر يحرز هدفين، ومن خلال الهدفين دول طبعا لازم نتكلم على هالاند، نتكلم على هالاند لان هالاند في يمكن المباراه بالنسبه له المباراه الافتتاحيه وتعرف الجماهير على هالاند كانت من خلال
مباراه الدرع الخيريه ما ظهرش بالمستوى المتوقع بشكل او باخر، لكن رغم كده كان الكل بيراهن حتى على مستوى الاداره الفنيه جارديولا كان بيراهن على هالاند، وفعلا هالاند في هذه المباراه اثبت انه يعني مهاجم من طراز مختلف ونجم اكيد في الكره العالميه بشكل كبير على مستوى التهديف كمان. رغم انه ما سجلش يا كابتن في المباراه بس هالاند حتى الان سجل هدفين. سجل طبعا في يعني في مباراه الدرع الخيريه ما سجلش فما سجلش طبعا في مباراه الدرع الخيريه، ولكن حتى الان هالاند برضو يا كابتن انا يعني مش عارف ايه اللي هيحصل الماتش الجاي، هل هو هيكون ليه، هل هيندمج في طريقه بيب جوارديولا؟ يعني انا شايف ان التركيبه بتاعت هالاند وتركيبه المهاجم دي تركيبه ما كانتش تنفع مع السيتي. يعني انا رايي الشخصي من ساعه الصفقه دي ما تمت ان تركيبه هالاند ما تنفعش مع السيتي. ليه؟ يعني على مستوى التكتيكي اعتقد اللعيبه عندها قدره، وجوارديولا عنده قدره انه يغير التكتيك لخدمه راس الحربه. يعني هالاند يا كابتن مهاجم هجام، يعني من النوايا دي، مهاجم قوي جدا كمان في منطقه الجزاء، مهاجم اللي عايز عرضيات، عايز عرضيات كتير، عايز مساحات كمان، عايز مساحات وعايز عرضيات، لسه هقول لحضرتك في المساحات، عايز كور من ورا لقدام، كور ترميها له طوليه، ترميها له من ورا لقدام يجري وينافس، مش دي خالص حتى بنسبه الاستحواذ اللي احنا شفناها دلوقتي على الشاشه نسبه ال 75%، مش دي طريقه السيتي ومش دي طريقه بيب جوارديولا. بيب جوارديولا دايما بيعتمد لازم على الكره القصيره التيكي تاكا اللي نقلها من برشلونه لبايرن ميونخ، وبعد كده نقلها من البايرن معاه للدوري الانجليزي مع السيتي بقاله للموسم الثامن حاليا هو مع السيتي، راجل مستمر يعني مخلص لطريقته مش عايز يغيرها. هل هيقدر هالاند ينصهر في الطريقه دي؟ هل هيلعب الواحد الوان تو خد وهات والكلام ده واللعب المهاري اللي كان بيتميز فيه جدا جيسوس وبرضه رحيم ستيرلينج الاثنين مشوا مع دي بروين مع برناردو سيلفا، المجموعه كانت فيه كلهم بيعتمدوا على المهارات وجيسوس لعيب برازيلي. طب خليني اكلمك في النقطه دي، النقطه اللي انت بتتكلم فيها كانت نقطه واضحه جدا جدا في مباراته امام ليفربول، ان لسه موضوع الاستحواذ في وسط الملعب كان فيه لحظات مهمه جدا، هالاند كان محتاج نقل الكره سريعا او اللعب خلف المدافعين فما كانش بتوصل، كان دي بروين بيتحرك بالعرض كالعاده. المباراه اللي فاتت يمكن شفنا الى حد ما تغيير شويه خاصه في الهدف الثاني، اعتقد كان الكره بقى اللي بيحتاجها هالاند نفسه، الكره اللي هو الكره الطوليه اللي ورا المدافعين بيدوس عليها وبيحرز هدف. ف وارد جدا ان التكتيك يتغير، مش كله يتغير، يعني موضوع الاستحواذ يكون موجود، ولكن في لحظات معينه، لحظات بينطلق فيها هالاند ويكون عنده فرصه لسباق السرعه والقوه، ممكن جدا يكون موجود السيتي، موجود دي بروين يقدر يعملها بشكل اكتر من رائع. هي في الحالات دي يا كابتن هيفيد السيتي جدا، يعني غالبا السيتي بيلعب مع الفرق بيضغطها في ملعبها عشان طريقه الاستحواذ وبيبقى ضاغط، فالفرق عايزه بيقدر يسجل اهداف، بيبقى فيه الهجمات ماتشات تانية بيبقى السيتي عنده هجمات مرتده لان الفرق بتهاجمه عشان تحاول ترجع في النتيجه، تحاول تعوض. في الحالات دي هيبقى هالاند سلاح خطير جدا لبيب جوارديولا، اي كره هتديها لهالاند يا كابتن في سرعته وقوته الجسمانيه الكبيره، لما فرقه تبقى ضغطاك وبتهاجمك وعايزه تعود في النتيجه وانت تقطع الكره وتوصلها لهالاند، هيبقى هالاند سلاح خطير وفتاك، لانه طبعا مهاجم قوي جدا، مهاجم مميز جدا، من افضل مهاجمي اوروبا، وهيكون سلاح خطير بالنسبه لفرقه مانشستر سيتي. صحيح، حتى على مستوى هالاند نفسه، يمكن هالاند بعد المباراه، يمكن انا يعني شفت له فيديو بيقول على فكره انا لسه قدامي 10 سنين علشان اطلع اقصى ما عندي. يعني عارفين هالاند طبعا لسه سنه صغير، اعتقد 21 سنه او 22 سنه، هو بيتكلم كل طاقاتي وكل قدراتي لسه ما ظهرتش، ولكن كل المتابعين في الكره الانجليزيه بيقولوا ان هالاند هيكون يعني قنبله البريمير ليج السنه دي من حيث احرازه للاهداف، وبيساعد المان سيتي بقى كمان في الحصول، وده الكلام اللي هنجيله ان شاء الله، كيف يستطيع الحصول على يعني دوري ابطال اوروبا، وده الاهم في اعتقادي للمان سيتي. لكن كمان بيب جوارديولا قال ايه بعد الفوز على ويست هام 2-0، نشوف مع حضراتكم. عجزنا في آخر 3 سنوات عن تحقيق نصر هنا، إنه مكان يصعب دائما اللعب فيه،
إنها مباراتنا الأولى في الموسم في الدوري الإنجليزي ممتاز، والمباراة الأولى في الموسم دائما ما تكون صعبة في كل بطولات الدوري. قدمنا أداء متميزا ولعبنا بشكل مثالي، لعبنا بقوة عند محاولة انتزاع الكرة، وقمنا بكل جهد ممكن لأجل انتزاعها، لأن جهدنا في هذه الناحية في مباراتنا السابقة ضد ليفربول كان حقا سيء، وكان أداؤنا وإجراءاتنا في المباراة جيدة. سجل هالاند بالطبع أول هدفين، كان هذا هاما له ولنا بالطبع، وأيضا بالنسبة لي. أجل، إنه مصدر خطر كبير وهو سلاح آخر في ترسانتنا، لكنه في الوقت ذاته ليس قادرا على حل كل مشاكلنا، لكنه سيضيف ميزة أخرى نريدها في الفريق. أكيد بيب جارديولا كمان سعيد بثنائية هالاند، وكمان يتكلم على نقطة مهمة جدا احنا اتكلمنا عليها، انه يقول لك البدايات دايما بتكون صعبة، وهو خلال الثلاث سنين اللي فاتوا ما قدرش يكسب ويست هام، ودي بالنسبة له كمان إضافة معنوية. رأيك إيه في كلامه، ورأيك كمان في هالاند من خلال هو رد على نقطة مهمة جدا يا كابتن، الانتقادات اللي اتعرض ليها هالاند. يعني زي ما بقول لحضرتك، كنا لسه قبل الفيديو بنتكلم ان هو ما سجلش في الدرع الخيرية في المباراة دي، المباراة الرسمية قدر هو يسجل هدفين، واحد ضرب الجزاء والهدف الثاني اللي جابه، فقدر طبعا ان هالاند يظهر ماشي. برغم انا لازلت عند كلام ان هو مش مندمج قوي مع الطريقة، ولكن المهم ان هو سجل، لان بيب جوارديولا اتعرض للفترة اللي فاتت، لان هو اول كان اول واحد مدافع عن الصفقة، وكانت مهمة جدا، كان في الادارة كان في لعيبة تانية، صحف الانجليزية كانت بتتكلم على لعيبة تانية الادارة عرضاهم وبيب بيراقبهم، ولكن هو اصر ان هالاند هيكون اضافه كبيره. احنا دايما انت زي ما حضرتك متابع ان هالاند كان مربوط بالدوري الاسباني، برشلونه طبعا رقم واحد وريال مدريد، ولكن السيتي قدر انه يحصل على توقيعه. هالاند اتعرض جوارديولا بسببه الماتشات الوديه والجوله اللي عملوها والماتشات والدرع الخيريه برضو اللي ما سجلش فيها زي ما قلنا، اتعرض لانتقادات. فكان امبارح اول امبارح لما سجل هدفين دي كانت شيء رائع جدا، ورد من هالاند على الانتقادات دي. صحيح. النقطة الثانية انه قدر يكسب فريق زي ما بنقول دايما فرقة ويست هام، كنت حضرتك لسه بتقول فرقة قوية، فان انا ابدا الموسم اكسبهم وعلى ملعبهم، على فكرة ما كانش بيلعب في ملعبه، فكسب 2-0، فدي طبعا تبقى بداية رائعة وبتديك دفعة كبيرة في بداية الموسم، خاصة ان كل الكلام السنة دي برضو مع السيتي، يعني خلاص زي ما بتقول حضرتك زي ما قلنا في باريس وزي البايرن، انت خدت دوري الانجليزي وعمال تاخد دوري انجليزي، الكلام كله حاليا على دوري الابطال، الجماهير حلمها دوري الابطال، وهتلاقي يمكن جوارديولا دايما بيواجه بهذا الكلام، كل دائما يواجه بالكلام ده، هنعمل ايه دوري الابطال، هنجيب دوري الابطال، ولكن هو دايما بيخرج بره الفكره دي، لان هو من المدربين اللي بيعتمد طريقه انا بلعب وفرقتي بتلعب. قد تكون مباراه ما نوفقش، مباراه نهائي زي ما حصل قدام تشيلسي وخسر البطوله، ولكن هو عنده دايما بيؤمن بطريقه ان فرقتي لعبت. النجاح زي ما حضرتك قلت الثنائيه الهجوميه بتاعت هالاند وجاك جيليرش دي بدايه موفقه ليها، زي ما قلنا بدايه صلاح ونونيز. البرايمر ليج السنه دي فيه كام، خمس ست ثنائيات. طب عايز اعرف منك الثنائيات دي كمان مهمه جدا، ثنائيات مهمه جدا في البريمير ليج، لو بنتكلم على نونيز ومحمد صلاح جريليتش، وبنتكلم على هالاند، في ثنائيات كده يعني مميزه جدا، خاصه طبعا في الخط الامامي في البريمير ليج، نعرفها من ايهاب الخطيب، وكمان نعرف باقي الفرق زي تشيلسي وبدياته في البريمير ليج بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. ايهاب، قبل الفاصل كنت بتتكلم ان في ثنائيات واضحه جدا في البريمير ليج، اتكلمت على صلاح ونونيز، اتكلمت كمان على مثلا دي بروين وهالاند، انت شايف ايه الثنائيات الاخطر كمان في البريمير ليج هذا الموسم؟ زي ما قلت لحضرتك الاثنين دول، زي ما حضرتك قلت كده، نونيز ومحمد صلاح هيكونوا الثنائي الاخطر، وهالاند طبعا وجيليرش، وبيجي تحتيهم طبعا بيجي وراهم دي بروين من وراهم، ولكن هم اللي احنا عايزين نركز اكتر على الاثنين اللي قدام اللي هيلعبوا مع بعض دايما. هيكون عندنا في اليونايتد رونالدو، مصيره ايه مع راشفورد، الاثنين برضو هتبقى ثنائيه خطيره، وفي ظل احتماليه برضو استمرار رونالدو حتى في ظل رفضه، بس خلاص يعني في حاله وجود رونالدو واستمراره ممكن يعمل ثنائيه مع راشفورد هتبقى ثنائيه خطيره. في ثنائيه رهيبه جدا في الدوري الانجليزي في توتنهام، ثنائيه رهيبه ممثله في سون وهاري كين، اللي دايما الاثنين طبعا واحد منهم دايما لا ده بتلاقيه موجود في الهدافين كل سيزون، يعني مع مره مع محمد صلاح هاري كين، ومره يجي سون مع محمد صلاح، فبرضه ثنائيه خطيره. فرقه تشيلسي
رحيم ستيرلينج احد المهاجمين اللي لا يمكن الاستهانه به، المهاجم الاساسي لمنتخب انجلترا طبعا، ودايما مهاجم على الاضواء حتى لو رحل عن السيتي. هيكون هناك مع الالماني الخطير تيمو فيرنر مهاجم منتخب المانيا برضو. يعني الفرقه بتضم اثنين مهاجمين هم المهاجمين الاساسيين لمنتخب بلادهم هنا وهنا، فدي برضو ثنائيه خطيره في تشيلسي. في ارسنال عندنا جيسوس ومارتينيلي، مارتينيلي جاب هدف في المباراه الاولى ولعيب مهاري جدا ولعيب خطير جدا. هيكون معاه جيسوس اللي عمل يعني مش هنقول بري سيزون، هي فتره الاعداد كده كان رائع جدا، يعني من افضل الصفقات في فتره الاعداد زي ما كنا متابعين يا كابتن، كان جابريل جيسوس والاهداف الكتيره اللي بيجيبها مع فرقه ارسنال. الفرق الكبيره ممكن ناخد برضو ليستر سيتي، لو قلنا جيمي فاردي وكلينيتشي هاتشو النيجيري، برضه ثنائيه خطيره جدا دايما في فرقه هجوم الثعالب، وفاردي دايما من اللي بيبقوا بينافسوا طبعا زي ما حضرتك عارف دايما على لقب هداف الدوري الانجليزي. فدي تقريبا ابرز الثنائيات مع الفرق الكبيره عندنا كلها. طيب صحيح ايهاب، كنت بتكلم معاك او انت كنت بتتكلم ان تفتكر هذا يعني التارجت السنه دي بالنسبه لمان سيتي اختلف عن السنه اللي فاتت؟ يعني كان التارجت اكيد كان دوري الابطال، ولكن كان البريمير ليج بمثابه طبعا جايزه كبيره للمان سيتي وجماهيره. السنة دي دوري الأبطال بيمثل إيه لبيب جارديولا والفريق السيتي؟ بيمثل الهدف الأول للإدارة. الهدف الأول للإدارة كمان. الإدارة المالكة للنادي، الإدارة الإماراتية المالكة للنادي، ده الهدف الأول ليهم. الجماهير حلم كبير جدا بيراودها زي ما بقول لحضرتك، حتى جوارديولا دايما بيواجه بالكلام ده، يعني حتى اصبح بقى كابوس بالنسبه له. بعض صعب بيتكلم انه اصبح كابوس بالنسبه له. الفرقه خدت الدوري الانجليزي كتير مع جوارديولا، واخر اتنين سيزون خدوه، يمكن السنه اللي فاتت اللي واخر سنتين اللي عوضها شويه زي ما حضرتك بتقول فرحه الجماهير، التنافس القوي جدا اللي كان من فرقه ليفربول. انت بتاخد زي ما بيقولوا بتاخده بشق الانفس بصعوبه، نقطه في الاخر بتاخد بيها الدوري، فده برضو بيدي الدوري طعم تاني وبيدي الدوري مذاق تاني. انك اولا الدوري الاقوى في العالم، انت ما بتتكلمش في اي حاجه، الدوري الانجليزي، فانك بتاخد الدوري الانجليزي وبتاخده من منافس قوي زي ليفربول بينافسك للمباراه الاخيره، قاعدين بنستنى ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه، ومستنيين ابن النادي السابق جيرارد مع استون فيلا ممكن يخدمهم ويكسب السيتي. فالعمليه كانت صعبه، وده اللي يمكن اللي ادى اللقب الموسم اللي فات الساسبنس بتاعه والاثاره بتاعته، ولكن يبقى دوري الابطال الهدف الاول لفرقه السيتي الموسم ده. ما فيش شك طبعا، وانا متفق معاك. نروح لمباراه طبعا تشيلسي، كمان من الفرق الكبيره من الفرق القويه جدا. شفت تدعيمات الاول تشيلسي ايه خلال الموسم الصيفي؟ تشيلسي ما ابرمش صفقات مؤثره، رحيل مثلا لوكاكو يعني في لعيبه تقيله رحلت. المشكله طبعا الشهيره بتاعت النادي والمالك الروسي بتاعه رومان ابراموفيتش، رحيله عن النادي ده عمل مشكله كبيره جدا يا كابتن، خلى اللعيبه اللي زي ما كنا بنتكلم قبل كده كابتن، اللعيبه نفسها عايزه تمشي، لعيبه كتير عايزه تمشي من القوام الاساسي للفرقه، لان هو مش عارفين هيحصل ايه، مش عارفين اللي جاي ايه، هل مرتباتهم مضمونه، هل عقودهم زي ما هي، هل تساؤلات كتيره كانت في فرقه تشيلسي، اثرت على الميركاتو الصيفي بتاعه، ما ابرمش صفقات من العيار الثقيل، ما قدرش ياخد لعيبه مؤثره جدا. في المقابل رحل عنده اغلى صفقه جابها السيزون اللي فات، يعني هو ما عادتش جاب لوكاكو ومشي تاني، رجع تاني للانتر في ظل مشكلات مع توماس توخيل المدير الفني للفريق، ولكن يظل تشيلسي محتفظ بعناصر مهمه جدا، مهمه هي اللي عملت له انجاز دوري ابطال اوروبا، وعلى راسهم طبعا المدير الفني توماس توخيل اللي قدروا انهم يحتفظوا بيه وما مشيش من الفرقه. لعيبه خط الوسط الاثنين اللي عاليين قوي يا كابتن بنقول عليهم دايما، اللي واحد منهم واخد افضل لاعب في اوروبا في كاس الامم جورجينيو واللي كسبهم المباراه اللي فاتت بركله جزاء سجلها، وجنبيه نيجولو كانتي النجم الكبير برضو محتفظين ببعض القوام. تيمو فيرنر بيظل في الهجوم، جابوا معاه بعض اللعيبه برضو المهمه، اللاعب البلجيكي عندهم باتشوي. كانت مباراه امام ايفرتون اكيد كانت مباراه على مستوى البدايه، مباراه صعبه مش مباراه سهله، وخاصه ايفرتون يعني يمكن رغم السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات كان متعثر شويه، لكن كل الناس كانت بتقول مباراه صعبه. فوز تشيلسي 1-0 على ايفرتون كان ليه ردود افعال على طبعا الاداره الفنيه. توخيل المدير الفني لتشيلسي قال ايه بعد المباراه؟ نشوف مع حضراتكم. حسنا، يتعلق الامر دائما بالنصر عندما تلعب في الدوري الانجليزي الممتاز،
قلت لأحد الصحفيين إن النصر هو النصر، إنه أهم شيء وهو ما نلعب لأجل تحقيقه. علينا الآن بالطبع رفع ثقتنا بالنفس، وهذا أمر هام جدا لنا. علينا أن نؤمن بأنفسنا، أن نهيئ مناخا نكون فيه على استعداد للتحسن وتقبل النقد، لأن هناك نواحي متعددة نحتاج للارتقاء بمستواها، لكن هناك أيضا كما قلت أشياء جيدة يجب أن نبني عليها. فقد عانينا في فريق تشيلسي في السنوات الماضية من عدم قدرتنا على خطف النقاط والفوز، لكننا ظفرنا بالثلاث نقاط ولم نتكبد هدفا. توماس توخيل طبعا من المدربين الكبار يا إيهاب، مدربين زي انت ما بتقول مدربين على مستوى عالي جدا جدا. شايف توخيل وتشيلسي طموحاته ايه هذا العام؟ هل المنافسة على الدخول في المنافسة مع السيتي وليفربول؟ هل طموحاته الحصول على البريمير ليج او متجه لدوري الابطال بشكل اكبر؟ الهدف الاول للفريق انه ينهي الموسم في المربع الذهبي، لان الفريق بيواجه صعوب ظروف زي ما قلت لحضرتك صعبه جدا يا كابتن. حتى الاداره السنه دي لما بيتكلموا والصحف بتتكلم عليهم، هو هدفهم ان انا ما ارجعش. الهدف ان انا ما ارجعش، ان انا انهي السيزون زي ما السيزون ده نهى الثالث اللي عدى دوت بعد الاثنين اللي تنافسوا على اللقب السيتي والثاني ليفربول، وكان تشيلسي الفريق الثالث بطل اوروبا برضو، كان عنده طموح كبير. هو حقق حلم كبير للجماهير اللي هو دوري ابطال اوروبا اللي كسبوه، ولكن يظل البريمير ليج برضو هدف كبير ليهم السنه دي هيحاول فيه توخيل. ولكن انا مش شايف، يعني انا مش برشح فرقه تشيلسي السنه دي للمنافسه على لقب البريمير ليج. يعني انا شايف زي ما قلت لحضرتك ان توتنهام وارسنال. طب هو قادر على البيك فور مثلا اللي يكون موجود في المربع الذهبي؟ برضو هتبقى صعبه. صعبه مبكرا بقولها، هتبقى صعبه مبكرا من بدايه الموسم. بقول ان هي هيكون صعب على تشيلسي البقاء في المربع الذهبي زي ما حصل معاه الموسم اللي فات والموسم اللي عليه، هيبقى صعب جدا الموسم ده. المربع الذهبي بنسبه كبيره هيكون موجود فيه السيتي وليفربول، وانا بقول انه مبكر جدا الكلام ده، ولكن الاثنين دول وهيكون معاهم اثنين من ثلاثه، توتنهام، ارسنال، مانشستر يونايتد، اللي لازلت شايف ان مانشستر يونايتد عائد بقوه. انا بتفق معاك طبعا، كمان على مستوى توتنهام يمكن بدايه الابرز في البريمير ليج بفوزه برباعيه مقابل هدف، لكن هنتكلم عن المباراه دي سريعا، لكن نروح لفاصل سريع ونرجع مع ضيفنا الكبير إيهاب الجنيدي. اهلا بحضراتكم مره تانية إيهاب. كنا بنتكلم على ليفربول، اتكلمنا على السيتي، لكن النتيجه الاكبر في الجوله الاولى من البريمير ليج كانت طبعا في صالح توتنهام والفوز 4-1 على ساوثهامبتون. سريعا رايك ايه في كونتي وتوتنهام هذا السيزون في البريمير ليج؟ كونتي طبعا مدرب من افضل المدربين، عنده دايما كابتن ما يبقى المدرب عنده خبره كبيره في البطوله اللي بيلعب فيها دي بتفرق كتير. كونتي متمرس في الدوري الانجليزي، عارف الدوري الانجليزي كويس قوي، مع تشيلسي قدر يحقق فيه انجازات، يعني راجل فاهم اللي بيلعب فيه قوي البطوله اللي بيلعب فيها. مع طبعا توتنهام من السيزون اللي فات عامل بيهم اداء مميز جدا، قدر في الاشواط الاخيره زي ما بنقول انه يخطف بطاقه دوري ابطال اوروبا. صحيح. من ارسنال ومن مانشستر يونايتد ومن كل الفرق وست هام اللي كانت قريبه. صحيح. اللي كانت قبليه الفتره دي كانوا كلهم قريبين، وكان على فكره توتنهام بعيد خالص، ومحدش توقع ان توتنهام هيقدر يوصل دوري ابطال اوروبا، ولكن توتنهام مع كونتي فريق مختلف، حافظ قدر يحافظ على القوام الاساسي لفرقته، ما فرطش في اللعيبه المهمه عنده اللي العروض بتطاردها باستمرار. يعني يمكن هاري كين دايما في عروض مستمره، وخاصه السيتي كان عايزه ووصل عرض ل 100 مليون استرليني عشان ياخدوه، ولكن الراجل جدد مع فرقته ومستمر معاهم. عندهم هداف الدوري مع محمد صلاح طبعا، سون لعيب خطير جدا، فمحتفظين بالقوام الاساسي، وضموا بعض اللعيبه في مراكز محتاجه، محتاج في نص الملعب سيريكسون، محتاج هنا لعيب، محتاج في الدفاع لعيب، جابوا اللي عايزينه في اطار السوق وفي اطار الفلوس اللي رصدها مجلس الاداره طبعا دانيال ليفي عشان يجددوا الفرقه، واصبح فريق قوي. انا شفت فريق قوي طبعا، المباراه اتفرجت عليها، فريق قوي جدا في كل الخطوط. هيبقى مزعج على الاقل، هيبقى مزعج جدا جدا للسيتي وليفربول، وانا اتوقع وصوله كمان للمنافسه بشده لهذه البطوله السنه دي. خلينا كمان نشوف سريعا لو محضرين طبعا ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجوله الاولى، لان كمان عندنا كلام على طبعا السوبر الاوروبي. طبعا توتنهام في الصداره، ارسنال في المركز الثاني، نيوكاسل في المركز الثالث،
بورتموث في المركز الرابع، المان سيتي، مانشستر سيتي عنده 3 نقاط، كل ده في المركز الاول يا جماعه، علشان بس هو تقريبا في 8 فرق كسبوا، 8 فرق حققت المكسب. طبعا توتنهام، ارسنال، نيوكاسل، بورتموث، المان سيتي، ليدز، برايتون، تشيلسي، كل دول حققوا 3 نقاط في الجوله الاولى. ليفربول التعادل، برنتفورد تعادل، فولهام تعادل، ليستر سيتي تعادل، كل دول عندهم نقطه نتيجه تعادل في الجوله الاولى، و طبعا وولفهامبتون الخساره، ومانشستر يونايتد خسر، وايفرتون، وكذلك كريستال بالاس. دي طبعا كانت الجوله الاولى في البريمير ليج. زي ما بقول لحضراتكم البريمير ليج السنه دي مختلف، البريمير ليج السنه دي مشتعل بشكل كبير، وعرفنا طبعا من ايهاب كمان ان توتنهام يعني يبدو ان هو هيكون منافس و منافس قوي على البريمير ليج مع المان سيتي وليفربول. عندنا كمان بعد بكره ايهاب مباراه السوبر الاوروبي ما بين ريال مدريد وفرانكفورت الالماني، شايف المباراه دي ازاي؟ وتداعيات خساره كمان فرانكفورت بسداسيه امام البايرن في افتتاحيه البوندسليغا. طبعا ضربه قويه جدا لفرقه انترخت فرانكفورت، اللي يعني كانوا بيستعدوا انهم الموسم ده يعني قال لك ان هنظهر وهنظهر بشكل قوي، فرقه احتفظت بلاعيبتها، كان عندها لعيبه مميزه، رفضوا برضو التفريط فيهم، ما عملوش سيزون قوي في الانتقالات، ولكن هي فرقه جيده دايما في المحل. حضرتك طبعا اكيد تكلمنا عنها افضل مستواها ايه في المانيا والجدول. فرانكفورت تفضل من المستويات اللي في وسط الجدول، يعني اعتقد فرانكفورت يمكن كانت مباراه او حصوله على اوروبا ليج ده كان ضربه كبيره جدا، كاس كبير يعني كاس كبيره جدا، لكن يبقى في منتصف الجدول يعني. لكن مباراته امام الريال طبعا مباراه العالم هيتابعها، دايما ماتش السوبر الاوروبي زي نهائي دوري ابطال، زي نهائي اليوروبا ليج، الماتشات دي ليها بريق وليها جمال كده، وخاصه ان الطرف فيها كابتن الملكي ريال مدريد طبعا، فهتبقى مباراه اول ما بيجيب سيره الملكي كده وشك بينور ما شاء الله. مباراه جماهيريه كبيره طبعا يا كابتن ريال مدريد، ريال مدريد عايز يفتتح بيها السيزون، عايز يبقى ياخد ثقه جماهيره، وياخد يقول ان انا فرقه قادره على المنافسه، خاصه ان زي ما حضرتك تابعت ان ريال مدريد ما عملش صفقات كبيره يعني باستثناء. عايز اتكلم على الصفقات وقدامنا كمان طبعا في مقارنه ماليه ما بين ريال مدريد وانتر فرانكفورت، كلها طبعا ارقام يعني في صالح طبعا ريال مدريد، بتتكلم على الايرادات الماليه، ريال مدريد 640 مليون مقابل 153 لفرانكفورت، بتتكلم على القيمه التسويقيه للاعبين وصلت لريال مدريد 834 مليون مقابل 246 لفرانكفورت، كلها ارقام يعني على مستوى كمان نفقات الموسم الانتقاليه، 80 مليون يورو لريال مدريد 26 فرانكفورت، صافي الخساره طبعا ناقص او خساره 58 مليون وفرانكفورت 21، فينيسيوس اغلى لاعب ب 100 مليون، ايفان انديكا طبعا في فرانكفورت ب 32 مليون. لو اصل المقارنه ما بين فرانكفورت صعبه وظالمه يعني على جميع المستويات بقى، اتكلم على البطل التاريخي لاوروبا واكثر فرق حصدا لدوري الابطال فرقه ريال مدريد، حتى ال 80 مليون دي اللي بنشوفها يا كابتن ده هي صفقه تشاوميني اللي خدوه من الدوري الفرنسي من فرقه موناكو، لعيب وسط هايل جدا مع كامفينجا، هيبقوا بيامنوا زي ما بنقول السيزون اللي فات كانوا بيقولوا مثلث برمودا، كاسيميرو وكروس، توني كروس ولوكا مودريتش، عندنا اثنين منهم كبار جدا، يعني انا ما بقولش كبار لا كبار جدا، لوكا مودريتش وتوني كروس، فخلاص مش هيستمروا كتير، ففرقه ريال مدريد فكرت صح، جابوا اثنين من اهم لعيبه الوسط في العالم حاليا، الكتير بيصنفوهم ان هم لعيبه مميزه جدا، كان فينجا اللي ظهر الموسم اللي فات باداء قوي ومميز، والسنه دي جابوا تشاوميني اللي كان كان في صراع مشتعل جدا مع ليفربول مين اللي يكسب اللعيب ده، لانه لعيب وسط مميز جدا وكلوب كان عارف كده، ولكن في النهايه ريال مدريد قدر يحسم الصفقه بال 80 مليون اللي احنا شايفينهم، لانهم خدوا طبعا انطونيو روديجير، ولكن صفقه انتقال مجاني طبعا ما كلفهمش حاجه، هو الراتب بتاع اللاعب اكيد كمان على مستوى الليجا الاسبانيه هيكون اكيد متابعه هنا في المحترف، يعني في حوار واضح وهيبقى صراع قوي ما بيني وما بين طبعا ايهاب، لان انا كتالوني وايهاب طبعا مدريدي، ومن خلال طبعا الصفقات، وانا سعيد جدا باللي بيعمله تشافي مع برشلونه، هيكون اكيد كمان موسم قوي جدا وعوده قويه جدا للبارسا على مستوى الليجا. ايهاب طبعا عايز تقول حاجه سريعا؟ لا طيب مستنيك في الليجا الاسبانيه، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن، كنت سعيد بوجودك معانا. شكرا نورتنا وشرفتنا كالعاده، والشكر كمان لحضراتكم على المتابعه، ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده الخميس القادم من المحترف.